الحرب النووية على الأبواب، والأمر ليس بالخدعة. هذا ما يدور في الأوساط السياسية والعسكرية الروسية في الأيام الأخيرة، بدءا من رئيس البلاد فلاديمير بوتين وصولا إلى مسؤولين حاليين وسابقين، ما يعد أكبر تصعيد للحرب في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 من شباط الماضي. بوتين زاد وبشكل صريح من احتمالات وقوع الصراع النووي في آخر خطاب له، الذي أعلن فيه استدعاء 300,000 جندي للقتال في أوكرانيا، محذرا الغرب من توجه بلاده لاستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها، بما في ذلك السلاح النووي. بوتين اتهم الدول الغربية بمحاولة تدمير روسيا، وقال إن على الغرب أن يتذكر أننا لم تلك وسائل دمار مختلفة وأكثر تطوراً من تلك التي تملكها دول حلف شمال الأطلسي الناتو. تهديدات بوتين وباقي المسؤولين الروس أثارت حالة من الجدل لدى الكثير من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، حيث يرى فريق في تلك التهديدات مجرد حرب كلامية لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية، فيما حذر آخرون من جدية تلك التهديدات. وبالتزامن مع تصعيد التهديدات النووية، يتصاعد التوتر أكثر فأكثر شرقي القارة الآسيوية، وتحديداً في مضيق تايوان، حيث تتواصل المناورات والتحشيدات العسكرية الصينية التي باتت تطوق جزيرة تايوان وتضيق الخناق عليها، في مشهد مشابه لتحشيد روسيا على حدود أوكرانيا قبل اجتياح الأخيرة عسكرياً. ويصف المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في ألمانيا تهديدات بوتين بالخطيرة والجدية، نظراً لامتلاك روسيا قدرات نووية فائقة، بينما يقول خبراء غربيون إن تهديدات بوتين وإعلانه التعبئة الجزئية تعكس فشل السلاح التقليدي الروسي في تحقيق أهداف موسكو. وفي كل الأحوال، فإن هذا العالم بات على مشارف حرب نووية كبرى لا يستطيع أحد التكهن بنتائجها، رغم أن المعسكرين الشرقي والغربي يدركان جيداً أن هذه الحرب إن اشتعل فتيلها فالنتيجة هي دمار البشرية.